فرحة كبيرة مستحقة بجدارة، لأنها وبكل بساطة تمكن اقتطاع تأشيرة المرور إلى الدور الثمن النهائي لفريق أمل القبة، واللعب جنبا إلى جنب مع الكبار لفائدة نهائيات السيدة الكأس. وبالعودة إلى المباراة التي استوفت كل الحيثيات، حيث كان الشوط الأول مفتقرا إلى الفرص الحقيقية واقتصر على محاولات كانت ضائعة، ولعل أخطرها تلك التي كانت لفريق مولودية لحساسنة في الدقيقة الأخيرة من الشوط عن طريق اللاعب فكيرة، إلا أن كرته جانبت الإطار. الشوط الثاني كانت عودة الكاك واضحة عندما حاول ممارسة الضغط على الضيف، إلا أن نقص التنسيق لم يوصل إلى الهدف أمام فريق أحسن الدفاع وحاول هو الآخر الرد، إلا أن الوقت الرسمي انتهى بالتعادل الأبيض بأخطر محاولة للقبة إثر هذا الخطأ الذي أعلنه الحكم شوبو والذي نفذه الشيخ إلى حميش ويضيع. النتيجة لم تتغير في الوقت الإضافي رغم توفر الفرص التي كثرت باقتراب انقضاء 120 دقيقة، ما جرى لضربات الترجيح والتي رجحت كفة أمل القبة على حساب مولودية الأحساسنة بخمس إصابات لثلاث. وفوز تاريخي للكاك فتح الشهية للاعب الأدوار